أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل نجاح الجهود التي قامت بها الوزارة مع دولة نيجيريا لرفع الحظر على واردات الأثاث المصري، وذلك بعد سلسلة من المشاورات والاجتماعات مع الجانب النيجيري. وأضاف قبيل أن نيجيريا كانت قد فرضت حظرا على واردات الأثاث ضمن قائمة تضم 25 مجموعة سلعية منذ عام 2005، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على صادرات مصر من الأثاث لدولة نيجيريا. معنا على الهاتف الأستاذ أحمد حلمي، رئيس غرفة الأثاث باتحاد الصناعات. أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك إلى هذه النشرة. ماذا عن هذا القرار، وما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حقيقة لعودة المياه إلى مجاريها مرة أخرى؟ أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة. أهلا. والله هي خطوة إيجابية نحو الانتشار في أفريقيا، أو البعد الاقتصادي اللي إحنا النهاردة كدولة بنحاول نرجع مكانتنا الاقتصادية في أفريقيا. هو ما كانش حاجة قبل كده، هو بس كان فيه نوع من التكتلات في غرب أفريقيا بتحد إن منتجات تدخل عليها من دول أخرى، وكانت منهم مصر في سلع مختلفة ومنهم صناعة الأثاث. لكن لاحقا من خلال المعارض الدولية اللي احنا بنعملها في مصر جالنا مشاريع مبشرة بالخير إن احنا نبتدي نعمل مشاريع للأثاث في نيجيريا، وفوجئنا بإن في حظر على واردات الاثاث انها تخش نيجيريا او اي واردات بتيجي من بره التكتلات اللي في غرب افريقيا. وفعلا جهود التجاره الخارجيه في هذا الموضوع استمرت بنجاح على الغاء هذه العقبات او ماذا فعلت الوزاره استاذ احمد؟ يعني ما هي الاجراءات التي اتخذتها؟ عمليه تفاوضيه بحته، وبرضه بتوجد دور مصر او مكانه مصر برضه الاقتصاديه، وايه حصل التشاور بالقيمه المضافه اللي عندنا، وازاي نقدر نحل محل منتجات اجنبيه بسعر احسن وافضل. وبالتالي الجانب النيجيري نظر الى هذه النقطه بايجابيه، ولقى فعلا ان من مصلحه الطرفين ان هذا الحظر يلغى. طيب نحن يعني الكمية التي تصدر إلى نيجيريا نريد أن نعرف كم تبلغ، وكنا متأثرين بنسبة كم من هذا الحظر؟ لا، هو مفيش كانت كمية، لأن كان في حظر، وبالتالي ما كناش عارفين نخترق الأسواق ديت. لكن النهاردة بعد ما حصل هذا القرار، هو بيفتح لنا المجال كخطوة أولى وليس الخطوة الأخيرة إن احنا نقدر نخش الأسواق في نيجيريا. يعني احنا دايما بنطالب إن نكمل المنظومة، وتكملتها معناها إن يبقى عندنا مصارف النهاردة يتم من خلالها تحويل الأموال، وبجد وجود علاقة بين رجال الأعمال من الطرفين، أو بين الصناعة أو النقطة التجارية لينا مع نيجيريا أو غرب أفريقيا أو أفريقيا بصفة عامة. ونرجع إن يبقى في لينا شركات نقدر تبقى نقطة اتصال بيننا، زي ما الدول المنافسة بتعمل في أفريقيا بصفة عامة برضو في غرب أفريقيا. سنبدأ من إمتى أستاذ أحمد؟ يعني معاوضة، احنا عايزين، احنا متأخرين، مش هنبدأ، احنا متأخرين. نقول دي خطوة إيجابية على الطريق الصحيح إن احنا نلغي هذه العقبات أو الحواجز اللي كانت مش مخليانا نقدر نخش أفريقيا، لكن لازم نكمل، ولازم نكمل بسرعة. هذا بخصوص نيجيريا أو دول ما يطلق عليها الإيكواس، غرب أفريقيا. بالظبط كده، بالظبط. هذه الدول يعني هي بتحتاج ماذا في صناعة الأثاث المصري أنتم ستكونون يعني مهتمون أو حريصون على أن تكون فيها؟ مش هيك، الدولة زي نيجيريا بعدد هي أكبر دولة من حيث عدد الإسكان أو عدد السكان في أفريقيا، فده معناه إن استهلاكها للأثاث المنزلي أو الأثاث بصفة عامة بجانب الجزء السياحي في أي دولة فيهم فهو كبير، والصناعة مش متطورة عندهم بقدر ما هي التطور اللي عندنا النهارده موجود في مصر، وإن كان أغلب المقاولين أو أغلب المستثمرين بيبقى أوروبيين. دي برضو نقطة مهمة، إحنا بنحس إن يبقى لو الاستثمار ده عربي أو الاستثمار ده مصري هيدينا كمان فرصة أكبر إن إحنا نخترق الأسواق دي، إن هم يتاخد منتجات مصرية لفرش هذه المشاريع. وإن كان أكتر احتكاك عندنا النهاردة مع شركات أوروبية اللي عندها استثمارات أو بتستثمر في مشاريع في أفريقيا أو في غرب أفريقيا أو في نيجيريا بالأخص، وشايفة يعني هم كمان اللي قلنا يعني شايفة إن المنتج المصري فيه ميزة مميزة ليس فقط سعرا ولكن جودة وغيره، وتفضيلا عن حتى المنتج الأوروبي اللي ياخدوه من مصر.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا. عبر الهاتف كان معنا أحمد حلمي رئيس غرفة الأثاث باتحاد الصناعات، شكرا لك.